نظم تحالف القوى المدنية بمنطقة التظاهرات مسيرة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ. المسيرات تحمل شعارات وهتافات لا لمياه لا حياة من أجل الحفاظ على الحقوق المائية للقارة الإفريقية والعالم، حيث إن الماء هو المحرك الرئيسي للطبيعة. العالم كله مهدد بالفقر المائي بسبب تغيرات المناخ. في البدايه بنحب نقول ان كل 90 ثانيه بتمر علينا في طفل في العالم بيموت بسبب الفقر المائي، وعلشان كده احنا كلنا اكيد لاحظنا ان في دول كتيره على مستوى العالم تحولت بسبب تغيرات المناخ من اراضي خصبه الى اراضي متصحره. والنهارده مصر بصفتها دوله رائده وقائده لقاره افريقيا بتطالب العالم كله بالحفاظ على الماء لعدم تعرض اي دوله فينا على الكوكب للفقر المائي. المشكله خطيره جدا ولازم الناس تدركها قبل ما تتفاقم، لدرجه ان عالميا كل 90 ثانيه في طفل بيموت، غير ان مصر كدوله رائده افريقيا وعالميا بتطالب بالتوعية دي وبتطالب بالحقوق اللي كل إنسان إن هو يحصل على مياه نظيفة وصالحة للاستهلاك. بننظم النهاردة وقفة احتجاجية بنطالب إن يكون في إجراءات على أرض الواقع وحلول حقيقية ملموسة لمشكلة فقر المياه. حضرتك قارة أفريقيا من أكتر القارات اللي موجودة عندها مصادر متعددة للمياه، وعندنا برضو أكبر عدد من الدول بتعاني من فقر المياه. حضرتك إحنا بنطالب إن يكون في إجراءات صارمة ويكون في تعهدات بين الدول بتوزيع حصة المياه. إحنا النهاردة عاملين وقفة احتجاجية لحق الدولة المصرية والقارة الأفريقية كلها في نقطة مياه. عايزين نقول للعالم ان بدون المياه لا توجد حياة. الامن المائي هو الامن القومي للقارة الافريقية كلها.